اليوم رح تعيشوا بالخيمة، ايش رأيكم؟ 24 ساعة، وآخر واحد بيطلع بيفوز بيربح. يا إذا ضلينا لبكرة كلياتنا ما دخلني، المهم آخر واحد بيطلع هو الربحان. بدكم تاخذوا غراض؟ طيب معكم 10 دقايق، لازم تجهزوا كل غراضكم. يلا لا 10 دقايق، يلا على السريع، يلا بلشوا من هلا. يلا ليحمى شيء اكبر والله. يلا يلا على السريع على السريع، قوم قوم قوم، يلا خذوا العاب، يلا يلا ايش بدكم تاخذوا غراض؟ خذوا ها، بس بلش التحدي، ممنوع تطلعوا. يلا قوم قوم، وهي الخيمه جهزت لكم اياها. لا بلا موبايل، بلا موبايل. لا تغشي، انت قلتي شيء، لا تغشي لك، لا بس بدون الموبايل، بدون شيء والله. هيك بتضل اسبوع كامل وما بتطلع. لا لا حبيبي، بس بلا موبايل ما دخلني. يلا لا لا حبيبي، ما لي علاقه، لا ده اكثر بخاطرك. يلا قولي لي شوي. لا يلا يلا جهزوا غراضكم، ها الوقت عم بيمشي على السريع. قوام 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 قوام. اكلات، هي اكلات كمان ان شاء الله. حسستكم رايحين سيران، مو رايحين تقعدوا بخيمة؟ رايحين على جوا الخيمة. شو عم بتساوي لين؟ بصب مي بس إلها. جهزتوا غراضكم كلها؟ أنا جاهز. كلها أكيد؟ متأكدين؟ جو أهم شيء هذا. أهم شيء هذا؟ لا ماما. هاتوا لهون. لف الله من. هاتوا لهون يلا. هات الموبايل. لا هات الموبايل. خالد تطلع ها برا التحدي. لا ما فيها هاي خاطري، هذا اسمه تحدي. يلا انت تتسلى واخواتك. لا يلا اطلع. بعطيه التليفون، اعطيك الواحد. لا بالله هيك بتضلوا اسبوع كامل وما بيهمكم. يلا يلا على السريع. حدا بده يروح على الحمام؟ مالي علاقه، يخسر. سلام على هيك قعده. ايش شو هاد؟ اشتهيت اقعد معكم انا كمان. لا ما هلا ما هلا، تفتحوا الاكلات بعد الاكل. خذي ماما هدول الي. انا بغطي، انا بحط. هدول كياس فاضيه، اربع اكياس. يلا هدي هاي عصير. جوعانين؟ ايه اندومي. بدك تقربي، بدك تقربي على الخيمة. اندومي اندومي اندومي، اعمل لكم اندومي. يلا رايحه اسوي لكم اندومي، بس قربي على الخيمه، على الخيمه الصغيره. يلا هي اصغر خيمه بالعالم كنت عايشوا فيها. ما في مساحة يعني. يلا يلا أصغر خيمة بالعالم. لا ما بصير تطلع، بدك تقرب لهونيك. بس إذا الأكل هون. لا بدكم تاكلوا، تحاولوا تاكلوا أنتوا هون. يلا أصغر خيمة بالعالم. إيش بكون؟ ليش عم تصيحوا لي؟ عم تتناوق، ممنوع تتناوق. إيش بدك؟ جاهز الأندومي؟ عباكل الاندومي انا جوا، ايش بدكم مني؟ لك صبي لنا اندومي. ما خرج، اللي بده ياكل، اللي بده ياكل يجي ياكل معي. يلا انا حطيت جوا على الطاوله، هون ممنوع الاكل. يلا اللي بده ياكل يجي الحقني. يلا على السريع، مين بده؟ غيس تعا تعا ماما، تاكل معي اندومي، عباكل جوا. تعا صبي لي ضيفه. لين تحكي تحكي لي معي. صبي لي ضيفه. لين لك ايش شو؟ ايش بدك؟ لك قلبتي الخيمة، قلبتي الخيمة كلها. تعي تعي لقلك، تعي تعي تعي، خلص تعي لك، تعي لين. لك لا لا ده طعميكم، خلص تعي. ليش عم تبكي؟ اه ما صبي رضا اللي زعب اللي جوعانه. وانا كمان ايه مالي علاقة، خليكم جوعان، اللي بده ياكل يجي. يلا اللي بده ياكل يجي. رايحة استفزهم واحط لهم الاندومي انه بدون معالق، انه على اساس بده ياكلوا اندومي بدون معالق. لا شوف ايش بده يسوي. يلا جبت لكم الاندومي. يلا ما لي علاقة بدون شواك. يلا كلوا يلا على السريع. يا ما بتحسن تاكل هيك، لك ما بتقدر، ما رح تزبط. لا تفتحي يا متعذبي قلبك، ما رح تزبط. رح تزبط اذا توسخت ايديكم. ها انا ما دخلني. بقول له بابا يجيب لي. ها لا بابا، ما رح يرد عليكم. بابا بابا، هاي المرأة يا هيك ما رح تقدروا تاكلوا.
خلاص خلاص استنوا استنوا، لا لكم رايحة أجيب لكم شوك، استنوا خذوا هاي معالق وشوك. يلا لك ليش عم تقاتلوا؟ يلا أنا عندي شوكة ومعلقة. يلا على السريع، بس انتبهوا هلا توسخوا. هلا هيك بده ياكل؟ إذا توسخ تمك شلون بدك بدك تغسل؟ ماما شو؟ ايش بدك؟ بحبك أنا. إيه أنا ما بحب حدا. لا بحبك ولا بحب حدا، يلا. جيبي لي موبايلك أو موبايل خالد وهيك. ما في لا موبايل ولا شيء، يلا كلوا. يلا قوام. بس خلصتوا أكل صيحوا لي. جيبي لي الموبايل ببكي. إيه ابكي، مين ماسكك؟ خليكي عم تبكي. يلا بس خلصتوا أكل قولوا لي ها، ماشي؟ خلصنا. خلصتوا؟ ايه رايحة اشرب السكر. لا 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 لا. شوفوا كيف لك مو قلتي خلصنا؟ شوفوا كيف عم احوس بلساني؟ ده يلا. يا عم الشليمونة شلتناها على الفاضي، كيف نشرب عصير؟ ده يلا يلا على السريع. التحدي هون بمصاري ولا ببلاش؟ لا بمصاري طبعا. خلص انا بدي اشترك معه. ايه روح ادخل يلا ادخل. ايش المشروع يعني ايش شلون بربح؟ يعني اخر واحد بيطلع من قلب الخيمه هو بفوز. والله لك لسه هلا بده يدخل بده يشارك معكم. يلا نلعب خليه يشارك معكم، بركي ربح هو. بحب المشاركه يعني. لك بركي هو ربح مشان ياخذ مصاري هو كمان. هدول عارفين بدي اربح معهم، خلونا يشترك خلوه يلعب معكم. والله وينك فيها وجهة نظر، ها انت اكبر من الخيمة، الخيمة كتير صغيرة. بشترك بس بالاندومي. خلاص هاي انا اندومي تبعت مين؟ يا سلام، معناتها بخلص الاندومي قبل بربح مصاري. اخذت له الاندومي تبعت غيث. الاندومي تبعتي انت لك مو عم شارك معكم بالتحدي؟ ربحت مبروك. يلا اللي فاز معنا هو بابا عبوده. عبوده اللي فاز. خلاص انت اللي فزت، انتو خسرتوا وهو اللي فاز. يلا خلص التحدي ان شاء الله. الف مبروك. وليه لا عم بمزح عم بمزح، بلش يزوروني. تعبت كثير بهذا التحدي. ايه ايه معك حق فعلا، وبالاخص انت وعم تاكل اندومي. صار لي شي دقيقه جوا. ايه ايه حقك. لا خلص فزت انت. دي يلا امشي لجوا بعدين بعطيك هديتك. بعته لجوا قال شو قال بده يدخل يشارك معكم. قال ليه قلتي له على اساس بدها تعطيه مصاري؟ اصلا هي الخيمه عشان يطلع ما بتسع فيها نمله. يكسر يعني انت اصغر من النمله؟ يكسر كل شيء. انت اصغر من النمله؟ ايه ايه. روح مين ماسكك حبيبي، انا ما بقول لك لا على شيء ابدا، عادي اطلع. فينا اروح على الحمام على السكت؟ ايه لا انت فيكي تروحي على السكت بدون ما اعرف، انت فيكي تروحي على الحمام على السكت، بس في عندك فسادين هدول بدهم اياكي اصلا تخسري، عم يستنوا اللحظه انه تخسري فيها مشان يطلعوا من الخيمه. تمام انا لي بس خسرت انا بوي عندي غيث. تعال تعال ماما لحقني لقلك. لا 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 بالي اخدعه هو والله ما مرقت عليه. لا قلي الحق عليك انتي عم تبتسمي، قلي له تعال تعال ماما ومدري شو. ايه ما بعرف بالي تمرق عليه. خلو ده خلو ده خلو ده خلو ده. ايش بدك ايش بدك روح على الحمام. مين ماسكك؟ اطلع يا حبيبي اطلع. بركي الله عملتها حالي. مالي هلا اطلع يا روحي، حدا ماسكك؟ ما حدا ماسكك، قوم اطلع يلا يلا خلوه ده يلا. على ثقتي؟ قصدك على كفالتي؟ لا على ثقتي. شو هي على ثقتك؟ منين جبت هالكلمة؟ لا اطلع من بيتك. انا قصدي ماما يلا دي اطلع خلوه ده. ماما طيب بنحسب اذا قصيتي نصين، روحوا هدوليك روحوا جاي لهنيك وانا اضل هون، بنحسب دراسي واروح. ايه ايه بكون قصرت عند رحمة رب العالمين. تعال تعال تعال.
يي مو هيك انت بدك؟ ده شبت عصير وشبت اندومي. انا ايش بدي؟ قوم روح على الحمام يلا. جيب التليفون يلا. رحت على الحمام قبل ما اجي على الخيمة مشان ما انحصل. ايه ده 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 ان شاء الله بخسر. يلا قوم قوم خلوده. تعش قد ماما. هلا؟ هلا صارت الساعة 5. 5 وشوي يعني. 5 بالليل؟ 5 بالليل؟ ليش؟ 5 بالليل ولا 5 بالنهار؟ بالنهار؟ لك العصر يعني؟ بالليل؟ العصر. يلا يلا قوام. قوم خلودة يلا. ما بدك تطلع؟ ما بدك تطلع؟ ما بدك؟ اصطفل. ماما هلا ادور الاكلات. ايش عم تاكلوا؟ طعموني؟ لا. طعموني اكلات؟ مصاري مصاري مصاري. خليني اروح. يا لك انت هيك معبي كنستك مي؟ خليني اغير، روح غير وتعال. بسرعة. ايه ايه اطلع غير كنستك يا. والله غيس ما بصير عن جد. كلها مي. يا هيك كلها مي هلا بتقلب الغنينة. بدي اقول الغنينة هلا بتقلب الغنينة هلا بتقلب القنينة. يا يي والله قلبي. بس عم بكمل الجملة عم بقلكم وين الغطا وين الغطا؟ طلعي لو 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 اليوم صار زلزال ونحن عم نعمل هيك منيح ان احنا عملنا التحدي بدون ما يصير زلزال اليوم. إذا صار زلزال لين لا سمح الله بتضلي هون؟ لين هات شوي، هاتي ماما خديه. إيش شو هاد؟ خلصت نصه. خالد روح جيب مي. إيه. هاي المي. خالد طيب جيب روح جيب شي شغلة باردة. إيه هاي شغلة باردة. بوظة في بوظة بالبرد. جواتها بوظة. لا بوظة عملتها. هاي جواتها بوظة. طيب نجيب بطاطا بالكاتشب. قلبت الخيمة. قلبت الخيمة. لك قلبت الخيمة. شفتك لين شلون طلعتي؟ ما بصير إذا رحنا على التواليت أنا وغيش. مالي علاقة؟ ما بدي هذا اسمه غيش. خسري لين بس. ما برضى ما برضى، ليش هيك بتعملي معي؟ خلص بقى لينو اسمه تحدي ما بصير. طلعي لين اذا ضليتي هيك عم تعملي ها ما بقى بعود بصور معك. وريني بس هالمرة. حطوا لايك مشان نعيد التحدي. حطوا اشتراك مشان ارضى. وهلا منقول مبروك الفوز لخلودة. ماما هن طلعوا بس انا ما طلعت، معناتها انا بستحق الفوز. ايه طبعا اكيد لهيك مبروك عليك الفوز. صار بدكم حمام انت واخواتك وحتى اغراض البيت كمان هون بدهم كلهم غسيل. خلص لين وبعدين معك بقى. يا حذركم هون لين ايش عم بتساوي؟ هلا هي كل ما بتزعل مني بتروح بتجيب ورقة وبتصير بترسم عليها وبترسم انه حالتها كيف يعني. وهلأ رح افتح الورقة وأورجيكم ايش في بقلبها وايش رسمت لي لين بعد ما هيك زعلت مني انه ليش خسرتها، مع انه هي بتستحق الخسارة. انا قلت اخر واحد بيطلع يعني هو الفائز. هلأ هون اول ما فتحت الورقة في قلب مكسور. لين بس تعمل معي هيك ما بعرف ليش هيك قلبي بيحن عليها، يعني حتى لو خسرانة مثلا بريد أربحها. وهلأ رح أفتح الورقة ونشوف مع بعض. هي هون حتطلي بنوتة صغيرة حزنانة. هلأ هون وجه حزين يعني رسمتلي بنوتة حزينة، هاي فهمتها. وهدول يعني شي بنتين كمان هيك حزينات وقلبين مكسور. لا والله يي شي أربعة، شي أربع قلوب. لا هالمرة مكترتهم كتير كني لأنه زعلانة زيادة عن اللزوم. لين خلص لا تزعلي، رح أعطيكي هيك جائزة الترضية. بس كمان ما بصير هيك يا للوشي، عم تستغلي عواطفي. قلبي مكسور. طالما قلبك مكسور تعي تعي أضبط لك يا لكي. إيش بدك تحطلها لزق جرح؟ إيه إيه ماما، لأنه قلبها مكسور يا حرام. هلا رايح على الزق لقلبها. يي منيح لقيت هالحل يا خلودة، إذا هيك خلص ما بضل فيها شي لين. هاتي إيدك لقلك، خدي هاي خرجية. يي عن جد شكراً يا خالد على المصاري، أنت أخ حنون وما في منك. وأنت كمان ما في منك مثل سوق الجمعة. لك قصدك غير بسوق الجمعة. إيه عم بمزح معك للوشتي.
سوشي للفك. شو هاي؟ سوشي. سوشي؟ خلو ده سوشي؟ ايه. لك تكيني اسمك طبقتي علي؟ خلي لي روحة خلو ده. يلا شيلة. شيلة وامشي فيها. يلا. لا 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 لا. لا لا. حطوا لاي. لايك لايك لايك. ايش هاي باي؟ اكتبوا بالتعليقات دايما يا خلود. وكمان اكتبوا بالتعليقات. اكتبوا بالتعليقات لعيد التحدي. لا يكتبوا بالتعليقات لين انا وعد مني الك، اذا كتبوا بالتعليقات انه انت ما بتستحقي انه تخسري رح اعطيكي انا مثلك مثل اخوكي وكانك ربحتي، تمام؟ اذا كتبوا لي هيك، اذا انا كنت ظلمت بس بتعرف مين راحت علي؟ انا 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 اللي راحت عليه هو غيوسة. خلص تصوير؟ ايه خلصت. مشغلة الكاميرا. طولنا لايك واشتركوا بالقناة ويلا باي.